بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم تحلية الفلان اللي راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب، واللي دات طوندونس يعني ما شاء الله، وهي تحلية سهلة مهلة خفيفة ظريفة، مكوناتها موجودة في كل بيت. عندي تشكيلة من الفواكه، عندي أنا هنا خلط بين كريم ديسير والفلان، وعندي تاني باكي تاع البسكوي اللي موالفين ديرو به تحليات ولا اي بسكوي ديرو. هنا تقدري ديريها غير بزوج برك تاع تشكيله تاع الفواكه، كيما نقولوا ما تقلقيش روحك. هنا حكمت الفواكه تاعي كامل خلطتها على فوا، انا درت البنان فخاز ودرت شويه تاع التفاح، وحكمت هذا المول الكبير يعني للمصداقيه، باسكو زدت لها انا شويه حوايج من عندي كيما يقولوا اللمسه الخاصه تاعي، خاطرش هاد التحليه كي ديروها وتكملوا وتروحوا تبريزونتيوها راح تلقاوها شويه مايها. الفلان يطلق الماء تاعو، الديسير يطلق الماء تاعو، كاين بزاف الاخوات قالوا لك بنينه بصح مايها ما تقدريش تقدميها للضيوف تاعك. لا لا، دوك بهاد لاستيس باذن الله ان شاء الله تخليها حتى يومين ما يصالها والو. بعد ما خلطت الفواكه تاعي كامل حكمتهم، بديت نحط فيهم لهنا. قلت لكم بالعاني درت هذا الريسيبيون طويل بزاف باش نثبت لكم انكم تقدروا تقطعوها ومام طون تقعد لكم ناشفه. هنايا واش درت، حكمت الفواكه تاعي فرشتها هي الاولانيه، ومن بعد زدت البسكوي، زدت طبقه تاع الفواكه طبقه تاع البسكوي، ومكمل هكذا. حبيت انا ندير نص في الغيسيبيون برك، كاين اللي يديروا كل حاجه على فوا لتحت كلش، لا لا انا حبيت باسكو طويل في شويه الغيسيبيون تاعي، درت حتى النص وحبست. من بعد حكمت لتر تاع الحليب لهنايا، حطيت فيه هذاك الكريم كراميل اللي فيه 100 غرام تاع اللي فيه 100 غرام تاع كريم كراميل، وزدت زوج باكيات تاع الفلان اللي فيهم 50 غرام. تسمى كل حاجه لهنا حطيت 200 غرام، خاطرش هذاك الباكي فيه 50 غرام تاع واسمها هذيك واسمها لداخل الكراميل، و 100 غرام تاع الفلان. ماشي الوزن تاعو فيه 150، ماشي كل حاجه فلان 150، لا لا في غير 100 برك تاع الفلان. ومن بعد زدت لهنا مغرف تاع النشا تكون معمره تانيك مليح مليح بومبي، زوج مغارف ممسوحين تاع السكر، ولا مغرف تكون معمره مليح ونص، نديهم فوق النار ونقعد هكذا نخلط مليح مليح حتى ياخذ الغليه تاعو. اون فوا يشد الغليه تاعو نطفي ونفرغ هذاك الفلان تاعي على الفواكه اللي كنت خدمتهم من قبل. عمليه سهله وسريعه. وشنو لاستيس اللي زدت انايا، زدت هذيك المغرف تاع النشا بومبي مليح، علاش راح تنشف لنا هذاك الماء تاع الفلان. كيما نعرفوا الفلان كي نحطوه يطلق الماء تاعو كي نبريزونتيوه. هنا خليت الفلان تاعي كي بديت نصب تعمر لي واسمو الغيسيبيون مليح، خليت البسكوي اللي داخل شرب شويه داك الفلان، ومن بعد كملت الباقي وحطيت لهنايا البسكوي من تحت باش نديروه كطبقه برك هكذايا كي للتقديم هذا مكان. كملت كامل هذاك الفلان تاعي حطيته، حطيت هاد الطبقه تاع البسكوي. دوك لهنا لازم نخلوه يبرد مليح مليح هنا على البلون تاع الطراي قبل، ومن بعد نغطوه باسمو بان بابي تاع اسمو الكوزينه، هذاك البابي ابسوربون اللي نطيبو كي نطيبو البطاطا وكامل نحطوه ينشف. علاش؟ باسكو بزاف الاخوات يديروا الغلطه هذه الثانيه، انهم يروحوا يغطيوه ديريكتومون في اليمونتير ولا ساشي ويحطوه داخل الثلاجه، ومن بعد هذاك الفلان راهو سخون يعرق في هذاك الساشي عاود يحبط لكم الماء، والفواكه يحبطوا الماء، والفلان يحبط الماء، على بها كي تحطوه في الغيسيبيون راح يسيح لكم هذاك الماء ويجيكم مايه. تصيبوه فلانش يد روحو بصح ما يقدرش يشد روحو بزاف بزاف. هاي ليك هنا غطيتها بهذاك بابي ابسوربون، زدت لها الفيلم اليمونتير، كنت كرفستو ديجا الفيلم اليمونتير كي تنحيوه وهو فوق البابي تلقاوه معمر بالماء. وشوفوا لهنايا الماء تانيك اللي شرب لي خليته انايا، خدمته في الليل خليته ليله كامله، هاوليك ما صالو حتى حاجه. وغدوه من داك باش لهنايا ديمونت ديموليتو
وحطيته في طبق التقديم. هنا قبل ما نديمولي قلت لكم حبيت بالعامي هذا الغيسيبيون اللي طويل باش نثبت لكم المصداقيه ونقول لكم باللي ما يصالو حتى حاجه مالغري طويل ما يتكسر ما يطيح ما حتى حاجه وهذيك وما يجيش قاصح هذاك اليابس اللي ما تقدروش تاكلوه لا لا يجيكم يعني جوج سواء في السكر ولا في القوام تاعو ولا في اي حاجه يعني يخرج لكم ما شاء الله. صح تحليه بنينه غير بالفواكه وفلون دي توندونس ما شاء الله. بصح بهذه الطريقه تانيك اللي زدت لها النشا وغطيتها بالبابي برك ابسوربون يعني ديزاستيس شويه ما فيهم والو وتتحصلوا على نتيجه ما شاء الله. هنا حاولت نديموليه هكذايا راكو تشوفوا فيه والنتيجه راكو تشوفوا فيها لهنايا. ومن بعد زيت زينته انا بشويه تاع الفواكه هكذا باش يخرج لي تانيك شويه شباب باسكو هنا انا قلت لكم درت المول طويل بزاف جاني كي شغل تاج كبير. زدت زينته لهنا بشويه تاع الفواكه الاشكال هذه كي كنت حطيت خليت شويه شويه للديكور. وانتم لهنا كيما تحبوا تحطوا كل حاجه على فوا تحبوا يعني تخليوا شويه تانيك للديكور في الاخير. زينتوا لهنا بشويه تاع الكيوي شويه تاع واسمو تفاح شويه تاع البنان شويه تاع واسمو لي فريز وفي الاخر كامل حكمت حبيبه تاع لا فريز هكذا شلحتها كما راكم تشوفوا وحطيتها من الفوق كي شغل تاج. ودوق لهنا نقسم معاكم طريف كي العاده باش تشوفوا مالغري راهو طويل بزاف شتو المول تاعو كيفاش وشحال يعني وتشوفوه لهنايا ما يخرج لكمش مايه ويخرج لكم ما شاء الله. والقوام تاعو تاني كيخرج روعه ويشد روحو مالغري راهو طويل ويشد روحو. نتوما لا حبيتو ديرو تقدو ديرو في مول تاع مسكوتو كيما راهم يديرو راهو داير حاله اخي شفتو كيفاش مول تاع الكيك مول تاع مسكوتو المول اي مول عندكم تقدو ديروه من في طبيسي هكا بخوفون واللي تخاف ما يتنحالهاش من الغيسيبيون دير واسمو بابي فيم اليمونتير من تحت ولا بابي كويسون وتكمل العمليه تاعها عادي تحط الفواكه تحط الفلون تحطو في الثلاجه كي يجمد تنحيه تانيك ما يصالها والو ما يسقلهاش في المول تاعها كامل. والنتيجه راكو تشوفوا فيها شوفوا ما يخرجش مايا هذوك الفواكه تانيك شغل الماء تاعهم يشربوا هذاك البابي ابسوربون. في الاخير زدت له شويه تاع الفواكه قلت لكم تشكيله لهنا تاع الفواكه واش تحبوا ديروا. اللي ما عندهاش كامل تقدر دير غير بلي فريز بار تقدر دير غير بالبنان غير بالتفاح واش عندها تقدر دير به. وشوفوا القوام تاعو لهنايا قلت لكم يخرج ما شاء الله ما يخرجش يابس وما يخرجش يعني يخرج روعه روعه. كان هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم. ما تنسونيش بجام ابوني فعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.